توجه مدينتنا لهذا الأسبوع امرأة جعلت من عمل المرأة التقليدي منذ آلاف السنين مهنة تكسب منها قوتها. تابعونا. على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن، ها هي المرأة اليمنية تثبت حضورها وبقوة بين أوساط المجتمع، فنجدها طبيبة ومعلمة وحقوقية وإعلامية وسيدة أعمال، كما هو الحال مع رندا محمد الحسني. خلال مراحل دراستها كانت رندا تميل إلى القراءة والعزف على الآلات الموسيقية، خاصة البيانو منها، كما كانت شغوفة بمساعدة والدتها في المطبخ والتزيين. أنا وأنا صغيرة كانت أمي دائماً يوم تسوي، تعرفي أنا بنتها الوحيدة، فتحب يوم تسوي مثلاً شغلات في المطبخ تدخلني سوي كذا، خصوصاً التزيين، كل البنات نحب التزيين تقريباً، فكان إيش أسوي الشغلات هذه، أحب التزيين، أحب كذا. تعلقي بالمطبخ تعلق حلو، إنه مهما قسيت ومهما طال شغلي في المطبخ ما ملش وما تعبش، أو بس أحب المطبخ بجد، يعني يوم أطبخ أطبخ بحب. في حياة رندا الجامعية اختارت مجال المحاسبة، ولم تكن تعلم حينها أن سيدة أعمال هو اللقب الذي ينتظرها. بعد ما تخرجت من الثانوية كان أبوي باني نفس كل أب يرسم للبنت لبنته مستقبلها، يعني كان يباني أدخل طب عشان لقب الدكتورة، عرفتي كيف؟ فأنا خوفي من إنسان بصراحة ما عنديش الشجاعة أني أدخل طب لأني أخاف، عرفتي كيف؟ فعشان كذا قررت أكمل دراسة البكالوريوس، دخلت مجالات ثانية، استمريت في المحاسبة، خلصت بكالوريوس محاسبة وسجلت ماجستير، والآن أنا في مرحلة الانتهاء من رسالة الماجستير، وإن شاء الله على الدكتورة، وأكون حققت لأبوي حلم أن يكون أبو الدكتورة رندا. درست رندا بجد وطبقت في شركة النفط، مما أكسبها خبرة واسعة في مجال الأعمال، كما عملت في شركة ألق للإعلام، ومن ثم مديراً مالياً وإدارياً في مؤسسة تجارية، إلى أن وضعت الحرب أوزارها. وجدت رندا نفسها وقد فقدت وظيفتها كحال الكثير من الشباب العاملين في القطاع الخاص. قد فترة تطبيقات من الجامعة، منها التطبيق اللي كنت جدا مبسوطه فيه، تطبيق في شركه النفط كان جدا حلو، وكانت فتره طويله، عرفتي كيف؟ بعدين اشتغلت في مؤسسه إلق للاعلام تبع للمدير احمد هاشم السيد، وكان الشغل ممتع جدا في مسلسل عايش سفري، كان حلو جدا الشغل، يعني كنت دخلت مجال جديد علي، غير الحسابات غير غير غير، فكان شيء حلو. اشتغلت كمان في مؤسسة تجارية، كنت فيها أعمل مدير مالي وإداري لفترة معينة، هذا كان آخر شغل خسرته، يعني بعد قبل الحرب، يعني بعد الحرب كان خلاص شغل انتهى، فكان منها كده عن فكرة المشروع. مطعم رندليدا فكرة انبثقت من واقع الأحداث المتسارعة في حياة رندا محمد، وعلى الرغم من انشغالها بدراسة الماجستير لجأت رندا لهذا المشروع لإنعاش وضع عائلتها الاقتصادي، وبالرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها إلا أنها قاومت بإرادة قوية وهمة عالية متخطية جميع العقبات لتفتتح مطعما خاصا بالنساء فقط وتعمل فيه. كان لازم أفكر في موضوع ينعش وضعي، ينعش وضع عائلتي، أشوف فيه نفسي، عرفتي كيف؟ فأجت فكرة المشروع على طول نفذتها، وكانت أمي الداعمة لي، الداعم المادي والمعنوي. فتحت المشروع، واجهت صعوبات كثير، بس الحمد لله كل شيء عدى، وبالاجتهاد والمثابرة والإصرار كل شيء. تتعدد المأكولات في رندليدا بأنواعها وأسمائها وأصنافها لتتناسب مع ذائقة الزائرين. في صيادية الأكثر مبيعاً عندي، واليوم اللي ما سويش في صيادية تحرق الدنيا بجد.
معظم زبايني يعني منظمات ومؤسسات شركات، تحس طلبهم الأول الصيادية وبعدين تجي الشغلات الثانية. تعتقد رندا أن الإرادة الحقيقية مع العمل الدؤوب سيحققان في النهاية غاية الشخص، خاصة في ظل عصر التقدم والتكنولوجيا، حيث يمكن أن يتخذ من السوشيال ميديا كالفيسبوك والواتساب والإنستغرام وغيرهم سوقا تجاريا لعرض المواهب. بعد ما خسرت شغلي كنت أشتغل وأروج على الفيس على السوشيال ميديا، كسبت، عرفتي كيف؟ فأنا رسالت لكل الشباب اللي عنده موهبة، اللي عنده شيء مبدع في السوشيال ميديا، فيس، واتس، انستغرام، يشتغل عليها والله العظيم، يعني بالمثابرة، بالإصرار، بالاجتهاد، كل واحد بيوصل، ومهما بدأت صغير مع الأيام بتكبر. تتمنى رندا أن يستقر الوضع في البلاد وأن تكون اليمن بأفضل حال، وكما تتمنى على الصعيد الشخصي أن تتحصل على شهادة الماجستير تتلوها الدكتوراه ليتحقق حلم أبيها الراحل.